GSM Medical Education. هنا نجعل الطب سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياكم بلال حسيمي فريق جسم ميديكال ادوكيشن. مستمر وياكم ان شاء الله بسلسلة الامبريولوجي وجزئية اليوم او حلقة اليوم او موضوع اليوم هو عن التكوين الجنيني للكلية او للجهاز البولي على وجه العموم. طبعا هذا الموضوع راح يتقسم الى جزئيتين بعون الله، وكل جزئية راح نتكلم بها عن اشياء معينة. بداية نسوي مراجعة سريعة. ذكرنا بعد ما شلون يتكون الجنين، ذكرنا انه البيضة يصير لها تخصيب بواسطة النطفة ينتج عن الزايغوت مراحل عديدة. بنهاية الامر يتكون عندي القرص الجنيني اللي يحتوي على ثلاث طبقات من الخلايا: الطبقة العلوية او الخارجية او السطحية تسمى طبقة الاكتوديان، وهذه الطبقة اللي هي تكون مسؤولة عن تكوين النسيج العصبي وايضا تكوين نسيج الجلد. الطبقة الداخلية تسمى بالاندوديان، وهذه الطبقة هي مسؤولة عن تكوين بطانة الاعضاء وايضا بطانة تجاويف الجسم. الطبقة الوسطى تسمى بالميزوديرم، وهذه الطبقة تحتوي على ثلاث مناطق اعتمادا على محور الجنين، فتقسم إلى الباراكسيال ميزوديرم أو المنطقة المجاورة لمحور الجنين، الانترميديت ميزوديرم أو الطبقة المتوسطة، واللاترال ميزوديرم أو الطبقة الجانبية. طبعا بداية تتكون الكلية من أو الجهاز تتكون الكلية أو الجهاز البولي من الانترميديت ميزوديرم، وايضا تتكون ايضا الاعضاء التناسليه من هذه المنطقه. اذا يتكون الجهاز البولي، تتكون الكليه من الانترميديت ميزوديرم، وايضا يتكون من هذه المنطقه الاعضاء التناسليه. بالجنين عاده موجوده ثلاث كليه او ثلاث كلى. الكليه الاولى تكون البرونيفرس، وهذه الكليه تبدا بالظهور بالاسبوع الرابع من عمر الجنين، ولكن هذه الكلية تكون غير فعالة في جنين الإنسان، فيصير لها degeneration وتتلاشى وتختفي. الميزونفروس أو الكلية الثانية، طبعا هذه الكلية تسمى البرونفروس، تكون عديمة الفائدة في جنين الإنسان وتكون غير فعالة، لذلك تختفي. الميزونفروس أو الكلية البدائية، وهذه الكلية تكون فعالة بصورة غير تامة أو تكون قابل للعمل بصورة جزئية. هذه الكلية تستمر بالعمل إلى نهاية الجزء الأول أو الثلث الأول من الحمل أو في الثلاث أشهر الأولى من عمر الجنين، وبعدها يصير ديجنريشن وأيضا تتلاشى. ولكن النسيج المتبقي من هذه الكلية الميزونفروس بعد ما يصير ديجنريشن تتلاشى، هذا النسيج المتبقي مسؤول عن تكوين الأعضاء التناسلية الذكرية. الكلية الثالثة تسمى بالميتانفروس، وهذه الكلية اللي هي الكلية الدائمية وتكون فعالة بصورة تامة، وأيضا يستمر عملية التكوين الجنيني على هذه الكلية إلى الأسبوع 32 إلى 36 من عمر الجنين، أي إلى نهاية الأشهر الأخيرة من الحمل أو من عمر الجنين. طبعا ذكرنا أن القرص الجنيني يصير له فولدينج وتتكون تجاوف الجسم. ذكرنا أن الكلية مصدرها من الميزوديرم، فلما يصير فولدنج ويصير انطباع للميزوديرم يتكون عندي بالبداية الميزونفروس. هذا الميزونفروس بالداخل راح يكون تجويف، هذا التجويف يدعى بالميزونفريك داكت، وللخارج منه هذا النسيج يسمى بالنفروجينيك كورد. اذا للداخل موجود الميزونفريك داكت، والى الخارج موجود او يتكون عندي النفروجينيك كورد. طبعا حتى تتكون الميتانفروس او الكليه الفعاله لازم تجي طبعا من جزئيتين او من ستركتشرين مختلفات، هما اليورتريك بات او تورم الحالب، وايضا الميزونفروجينيك تيشو. اذا لازم حتى تتكون الكلية الدائمية أو الميتانفروس لازم يصير انغراس اليوريتريك بات أو تورم الحالب داخل الميتانفروجينيك ميزينكايم أو داخل نسيج الميتانفروس. بداية اليوريتريك بات أو تورم الحالب مسؤول عن تكوين جميع الأنابيب داخل الكلية،
وأيضا الأنابيب اللي تنقل البول بعد تكوينه، إنها تكون مسؤولة عن تكوين اليورتر الحالب، وأيضا تكوين الرينال بلفيس أو حوض الكلية، وأيضا أكواب الكلية أو الكاليسز، وأيضا الكولكتنج دوكتس أو الأنابيب أو القنوات تنقل البول بعد ما يصير لتكوين وفلتريشن داخل النفوس. إذا ذكرنا إنه لازم يصير انغراس أو تنغرس هذه اليوريتريك بات داخل الميتا نفرك بلاستيما اللي هي نفسها هي الميتا نفرك مازنكان. هذا النسيج هو بالأصل جاي من الميزو نفروك ميزو نفرك تشو، ولكن هذه الكتلة من الخلايا تكون منفصلة وغير مرتبطة، ولكن هي بالأصل ميتا نفرك بلاستيما. هذه الكتلة من الخلايا هي جاية من الميزو نفرك تشو لكنها تكون مفصولة عنها. لازم تنغرس اليورتريك بات حتى تتكون عندي الكلية الدائمية أو الميتانفوس. إذا فشلت العملية وما صارت بصورة تامة انغراس تام لهذا اليورتريك بات أو تبرعم الحالب داخل الميتانفرك بلاستيما أو هذا النسيج، ينتج عندي حالات تشوهات خلقية مرتبطة ويا الكلية. طبعا حتى نعرف شلون تتكون الوحدة الأساسية للكلية اللي هي النفرس، لازم نفهم الطريقة اللي تتكون بها الإكسكريتوري سيستم أو الجهاز الإخراجي للكلية. طبعا ذكرنا بعد ما يصير امبيدنج أو انغراس للنسيج، عفوا بعد ما يصير امبيدنج أو انغراس لليورتريك بات داخل الميزنكايم او الميتانفرك تيشو، هذه طبعا تبدي هذا اليورتريك بات بالنمو تتشعب وتتكون عندي قنوات او انابيب صغيره تسمى بالكولكتنج تيوبلز، وتكون محاطه بالميتانفرك تيشو او الميتانفرك ميزنكايم او البلاستيما. طبعا تكون هذه الكولكتنج تيوبس او هذه القنوات الانابيب الجامعه راح تجمع وتكون الانبوب محاطه بالميتانفرك تشو، لان ذكرنا انه لازم تنغرس اليورتريك بود في داخل الميتانفرك تشو. هذا التشو اللي يغطيه يسمى بالميتانفرك تشو كابس، اي قبعات النسيج الميتانفرك. بعد ما تنغرس هذه الأنابيب أو هذه القنوات داخل هذا التشو، يبدأ يتكون رينال فيزيكلز أو الحويصلات الكلوية. هذه الحويصلات الكلوية تبدأ تنمو وتتمايز وتسوي مثل الحرف بداية مثل الحرف S، تستمر بالنمو وتكون ستراكتشر أو هيكل يشبه حرف S. هذا الستراكتشر يستمر بالنمو ويتمايز ويتكون ويصير له تعقيد أو التواءات عديدة، فيكون جزئيتين، جزء قريب من الكولكتنج تيوبل او هذا الانبوب اللي كان هو تابع لليورتريك بات، وجزء بعيد بالنهايه يسمى البومن او بومنز كبسول مثل ما ذكر. اذا يتكون جزئيتين، بالبدايه نرجع نسوي مراجعه سريعه حتى نذكره. ذكرنا انه ينمو التشو التابع او النسيج التابع لليورتريك بات ويكون الكولكتنج تيوبل داخل الميتا نفرك تشو. الخلايا او النسيج اللي يحط بالكولكتنج تيوبلز يسمى بالميتا نفرك تشو كابس او قبعات الميتا نفرك تشو. هذه خلايا هذا النسيج تبدأ تتمايز وتتجمع مع بعضها تصير مثل الكتل وتكون حويصلات كلوية تسمى بالرينال فيزيكل. هذه الرينال فيزيكال تستمر بالنمو
وتكون مثل الأنابيب، أو تكون أنابيب. بداية الأمر تكون شبيهة بحرف S، تستمر بالنمو والتعقيد والتكون. فالجزء القريب أو الجزء المتصل بالكولكتينج تيوبل هذا راح يصير الديستال كونفلوتد تيوبل، والجزء البعيد من عند الكولكتينج تيوبل راح يكون محفظة بومان أو بومانس كبسول أو بومان كبسول. ذكرنا أن هذا النسيج ينمو وسلة تمايز عالي يستمر بالنمو. فحتى بهذه الكبسولة أو هذه الكاب يبدي يتكون الكابيلاريز أو الأوعية الدموية، تبدي تنمو داخل هذه الكبسولة أو داخل هذا الجيب من النهاية الأولى، وتبدأ بالخروج من النهاية الأخرى، مكونة الجلومرولوس أو الكويبة الكلوية اللي من خلالها يحدث عملية الفلتريشن أو عملية تصفية الدم، حتى يتكون عندي البول، وأيضا تنطرح بعض السموم، وأيضا نتائج العمليات أيضا داخل الجسم، جزء منها ينطرح من خلال هذه المنطقة. ففي نهاية الأمر يتكون عندي النفروم اللي هو الوحدة الفعالة للكلية. ذكرنا الجزء القريب أو الجزء المرتبط بالكولكتينج تيوبل يسمى بالديستال كونفلوتد تيوب. أو نجيها من البداية، يتكون عندي ذكرنا البومان كبسول أو محفظة بومان، يتكون بالبداية البروكسيمال كونفلوتد تيوبلز، بالبداية يتكون descending tube، بعدين loop of Henle أو Henle's loop أو عروة Henle، بعدين يتكون ascending tubule، بعدين distal convoluted tubule، بعدين يجي collecting tubule ويروح لل renal calyces، بعدين لل pelvis، بعدين ينطرح ينتقل من خلال اليورتر للخارج. هذه مبدئيا الطريقة اللي تكون بيها الوحدة الفعالة للكلية اللي هي النفروس. حالة مرضية تكون مرتبطة بهذه الفترة أو خلال فترة تكوين الجنين اللي هي طبعا مذكورة من قبل اليو اس ام ال اي، تسمى بالبوتر سيكونز سيندروم أو هذا التشوه الخلقي. طبعا متلازمة تسلسل بوتر مثل ما نعرف من سيكونس تسلسل، متلازمة تسلسل بوتر هذه المتلازمة تكون يظهر بها الطفل بعد ولادته أو النيوبورن من خلال أعراض واضحة جدا بسبب نقص السائل اللي يحيط بالجنين، أو الحالة هي تسمى بالأوليجو هيدرا او هيدر امينيوس اوليجو. هذا الجزئيه هذه الكلمه تدعى بالنقصان او اللي هي تميز عفوا ترمز للنقصان. اوليجو هو نقص، هيدرا هو السائل او المي او الفلويد اللي يحط طبعا اي سائل هو هيدرا. هيدرا الامينيوس السائل الامينيوني اللي يحط او السائل السلوي اللي يحط بالجنين. فإذن أوليجو هيدرامينيوس هو نقص السائل اللي يحيط بالجنين. نقص هذا السائل اللي يحيط بالجنين يسبب عرقلة لعملية تكوين الجنين، فيكون الجنين عفوا أو الطفل بعد ولادته ظاهر بعلامات خاصة، هي من ضمنها limb deformities أو تغيرات بالأطراف، تغيرات خلقية للوجه مثلا اللوست ايرز أو تكون الإذانات نازلة أو مكانها طبعا أسفل مكانها الصحيح بدرجة أو تقريبا بعض يعني ما تكون بمكانها الصحيح، ريتروغناثيا أو يكون الفك الأسفل راجع للخلف، الفلاتند نوز أو الأنف المسطح. طبعا أيضا يصير كومبريشن أو تضيق الصدر بسبب نقصان السائل مثل ما ذكرنا. نقصان هذا السائل يسبب نقصان الاسبريشن او بلع السائل لرئات الطفل.
لأن الطفل خلال فترة الجنين خلال فترة تكوينه يقوم باستنشاق هذا السائل، أي بعد ما يقوم ببلع هذا السائل ينقل هذا السائل خلال التراخيا أو القصب الهوائي إلى رئة الطفل. وظيفة هذا السائل من يدخل لرئة الطفل يحفزه على النمو، ولكن نقصان السائل ونقصان ابتلاع الطفل لهذا السائل يسبب إنه الرئة تكون غير محفزة، لما العنصر اللي يحفزها أو اللي مسؤول عن تحفيزها هو في عملية نقصان، فيسبب pulmonary hyperplasia أو نقصان في عدد الخلايا، وأيضا يسبب موت إما للجنين أو يسبب موت لنسيج الرئة، فينولد الطفل أو ينولد الجنين يكون غير قادر على التنفس. طبعا واحد من الأسباب ما البوتر تابع للبوتر سيكونس سيندروم هو ARPKD أو الأوتوسومال ريسيسيف بوليسيستيك كيدني ديزيز. طبعا هذا المرض هو يتكون بسبب طفرة وراثية أو كروموسومال ميوتيشن مسؤول عن تكوين فايبروس تيشو، أو النسيج بيبدأ يتكون بالكلية نسيج عادي أو ميزينكايم عادي، يكون طريقة ألياف، لذلك يكون غير فعال، وأيضا تكون مرتبطة بتأليف العديد من أعضاء الجسم ليس فقط الكلية. أيضا ممكن يكون السبب هو obstructive uropathy أو تضيق في خروج البول، أو طبعا هي هذه الحالة نفسها تسمى بالposterior urethral valve اليورثرا أو الإحليل من خلال مروره بمنطقة البروستات جلاند يصير له obstruction أو تضيق والبول ما يخرج للخارج. أو ممكن أيضا يكون السبب هو bilateral renal agenesis أو عدم تكوين الكليات اثنينهم خلال فترة التكوين الجيني اللي تكون بها الكلية. أو ممكن يكون السبب هو chronic placental insufficiency، طبعا نقص في التزويد الدموي للمشيمة لفترة طويلة جدا. هذه الأسباب كلها تكون مرتبطة لأن الطفل خلال فترة تكوينه وخلال وجوده بهذا السائل الأمينيوني يقوم بابتلاع السائل الأمينيوني. هذا السائل الأمينيوني ذكرنا جزء منه ما يذهب للرئة ويحفزها إنه تنمو، والجزء البقية يستمر للداخل ويقوم يعني ينطرح هذا السائل كبول إلى الخارج، فأيضا ساعد بعملية تدوير السائل اللي يحط بالجنين. ولكن إذا كانت الكلية غير متكونة أو خروج البول هو أيضا أصلا متضيق وما يخرج البول للخارج، أو ممكن يكون نسيج الكلية غير فعال، أو أيضا ممكن يكون أصلا نقص بتزويد الدم للطفل أو للبلاسنتا أو للمشيمة، هذه العوامل كلها تساعد على نقص السائل اللي يحيط بالطفل، فهي مسؤولة عن تكوين الأعراض اللي يظهر بها الطفل بعد ولادته. طبعا عبارة جدا لطيفة ما تكون قبل يوسف، اللي هي تساعد إنه الواحد يتذكرها ويحفظها، هي تقول babies who can't pee in utero develop water sores. الأطفال اللي ما يستطيعون أو ما يقدرون يتبولون داخل الرحم ما يقدر راح يتكون عندهم الكوتر سيكونس سيندروم. طبعا ممكن نقسم أو نربط العلامات اللي يظهر بها الطفل أو السيمبتومز الخاصة بهذا المرض مع الاسم السيندروم أو الاسم المتلازمة. بوتر البي يرمز للبولمونري هايبوبلاجيا، ده كان نقص في خلايا الجهاز التنفسي أو خلايا الرئة. الأو يرمز للأوليغو هيدرامينيوس أو نقص بالسائل اللي يحيط بالطفل. التويستد التي الأولى ترمز للتويستد فيس، والعلامات المربوطة بهذا المصطلح اللي هي لوست ايرز، ريتروجناثيا، وفلاتن اكستريميتي ديفكتس، وده كان ايضا هو لمب ديفورميتيز او تشوهات خلقية للاطراف. رينال فيلر ان يوترا او فشل كلوي، ولكن فشل كلوي للطفل في داخل الرحم قبل ولادته، فشل كلوي للطفل داخل الرحم. طبعا هذه العلامات اللي يكون حاضر بها الطفل او تكون موجوده على الطفل، قلنا لوست يرث، يكون الاذانات اذانات الطفل
هو بموقع العلم، المفروض الأذن تكون هنا، فهي تكون سفلية. ذكرنا أيضا ريتروجناثيا أو ارتجاع الفك الأسفل للداخل، فلاتند نوز أو يكون الخشم ممسوح طبعا، لمب ديفورميتيز، ونلاحظ إنه مثل الأجينيسيس أو عدم تكوين بقية الأطراف بصورة تامة. وصلنا لكم نهاية الجزئية الأولى لتكوين الجنين الجهاز البولي. أتمنى كانت الحلقة سريعة سهلة مفيدة لكم. أي سؤال أو استفسار ممكن تراسلنا على وسائل التواصل الخاصة بالموقع أو وسائل التواصل الخاصة بي. شكرا لكم، وانتظرونا بالجزئية القادمة.